السلام عليكم. خليني احكي لك عن بعض الافكار اللي ممكن تحولها الى بزنس رائع صديقي العزيز. واحد، انه انت تحول مهاراتك او هواياتك خبراتك الى بزنس او بداية بزنس خاص بك. اكتشف مواهبك، مهاراتك، ميولك، شغفك وحوله الى بزنس. 2، شوف انت شو الخدمات الموجودة في السوق، حاول انه انت تضيف الها، تغير من شكلها، من جودتها، تضيف عليها سعر معين، تحاول تقلل من سعرها وهكذا تنافس فيها. هذه الشغلات ممكن تبني ايضا لك بزنس خاص بك. 3، تستكشف مساحة جديدة من السوق لم يتطرق لها احد من المنافسين، وهذه هي قاعدة مهمة جدا في السوق الأزرق. ممكن أنه أنت تستثمر هذه المساحة وتحاول تغزو هذه المساحة بمنتجاتك وخدماتك، ممكن تربح فيها وتصير لك حصة سوقية رائعة. 4، أيضا صديقي العزيز، حاول تغير من الباكجينج، من الخاص بالخدمات الموجودة أو المنتجات الموجودة. يعني ممكن تغير في الشكل، في اللون، في الستايل، في المذاق، في الطعم. هذه الأشياء ممكن تضيف عليها شيء معين لمنتجات معينة موجودة في السوق وتعيد بيعها، وبالتالي تكون بزنس خاص بك. عشان هيك حاول تتبنى أحد هذه الأفكار لتكون بزنسك خاص بك.